سلام، مرحبا ندير دولمة، راح نديرها على شكل حلقات باللحم المفروم، راح نديرها بطريقة جديدة وبسيطة. وما تنساش الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. أول حاجة راح نجيب الخضرة. هنا البطاطا بعد ما قشرتها، وراح نستعمل الكورجات. هنا الكورجات يعني تستعملي الحبات اللي يكونوا كبار أحسن. وراح نستعمل الباذنجان، يعني باذنجان اختياري، تحبي تستعمليه تحبي تستغني عليه. وهنا راح نقطع الخضرة على شكل حلقات. وهنا بعد ما كملت راح نملحهم وخليهم على جهة. وهنا في قدرة راح نحط شوية تاع الزبدة شوية تاع الزيت. بعد ما يسخنوا راح نحط حبة تاع البصل تكون مبشورة. بعد ما يذبل البصل حنحط الدجاج او اللحم يعني اللي تكون متوفره. وراح نضيف لهم حوالي 2 سنه تاع الثوم. بعد ما يتقلاو مليح راح نضيف لهم حبه تاع طماطم تكون مبشوره، مورف صغيرة تاع الكركم، مورف صغيرة تاع الفلفل الأسود، شوية تاع القرفة، وشوية تاع الملح، وكمية من الحمص. نتقلاو مليح، راح نمرقهم بالماء السخون، وراح نسكر عليهم ونقص النار ونخلي حتى تثقل المرقة. وهنا راح نستعمل كمية من اللحم المفروم. انا استعملت حوالي كاس، وراح نضيف له حبة تاع البصل يعني تكون مرحية، مغرف كبيرة تاع الزبدة يعني تكون طرية، مغرف صغيرة تاع العكري، مغرف صغيرة تاع الفلفل الاسود، مغرف صغيرة تاع الملح، 3 مغارف كبار تاع الخبز المرحي، وزوز سنة تاع الثوم. وخلط مليح المقادير مع بعضهم. وهنا راح نجيب بلا وراح نحط فيه ورق الطهي. وهنا في كل حلقة تاع الكورجات او البطاطا راح نحط كمية من اللحم المفروم، يعني نحط قيس الحلقة منديش بالزيادة، ونجرب نضغط عليها بالطريقة اللي راكم تشوفوا فيها في الفيديو.
وراح نحطهم في الفرن حوالي 30 دقيقة يعني على 200 درجة، وراح نزيد نفتح لهم حوالي من 5 إلى 10 دقائق من الفوق. وهنا بعد ما نحيتهم الفرن يعني ما راح يلصقوا بزاف، راح نستعمل فخشات باش نحيهم. وهنا اذا شفتي يعني الكفته راح تخرج من الحلقه، اضغطي عليها بالفخشات بالطريقه اللي تشوفيها في الفيديو. وبعد ما حطيتهم في صحن التقديم راح نحط المرقة فوقهم، وراح نحط الحمص في الوسط. وهنا الدجاج بعد ما دهنته بشوية تاع الزبدة من فوق وحطيته في الفرن بعد ما حمر راح نحطه.